الشرعية ومن غزة ومن النصر من الرمال اللي باع عملاكم ما حدش دور عليهم. كنا تجار كبار، كنا تجار كبار، تعبنا 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 من الناس. الفلسطينية أيضا عليها أن تقف أمام مسؤولياتها. جامعة الدول العربية معا. أنتم وعدتونا. نعم أيها الإخوة الكرام، أيضا نطالب الفصائل. اخوان الحبايب، اخوان التجار المنهكين، اصحاب الذين الان ثلاثون شهرا مضت على وعود المانحين لدعم وتعويض متضرري المنشات الاقتصاديه في حرب غزه عام 2014 دون جدوى او بصيص امل. ونحن هنا اليوم جئنا لنقول كفى 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 وعودا كاذبة، فقد بلغ السيل الزبا ولم يعد لنا طاقة. نحن أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة تحمل مزيدا من الخسائر. أصحاب المنشآت المدمرة يجتمعون اليوم هنا للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم للمماطلة الدول المانحة والمسؤولين الفلسطينيين كافة من عدم صرف مستحقاتهم التي أقرت في مؤتمر إعادة إعمار غزة بالقاهرة في أكتوبر عام 2014. وجراحنا أستحلفكم بالله أن نطالب مجددا أولا الرئيس محمود عباس بالتدخل المباشر لحل مشكلتنا وصرف التعويضات الخاصة بنا. ثانيا نطالب السيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء بالتعاطي مع ملف المتضررين الاقتصاديين ولا ان يبقى الملف الاقتصادي حبيس الادراج. ثالثا نطالب وزيرة الاقتصاد الفلسطيني الدكتورة عبير عودة بالتعامل بالشكل الجاد مع ملف المتضررين الاقتصاديين والبدء بخطوات واضحة على الارض الواقع من اجل التعويض. رابعا نطالب برنامج الأمم المتحدة للماء UNDP بالعمل بشكل حقيقي والضغط على المانحين من أجل صرف مستحقاتنا. فالجميع يعلم أن UNDP هو صاحب الدور المركزي في جلب التمويل من قبل المانحين. خامسا نطالب جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والداعمين العرب بيد العون لنا ودعم منشآتنا الاقتصادية على غرار اعمار المساكن التي دمرت في الحرب على غزه. يصرخوا يحكي اللي ما عرفش يحكي له اكثر من 30 شهر.